المجد دربية سورية عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف سورية قلعت أبطال ونخوة أرض الحبايب سورية ورجوع الغايب سورية أرض الحبايب سورية ورجوع الغايب سورية يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا مزارع عجنود الفلاحين عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين مرسومة بالمزارع عجنود الفلاحين عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا أرض الحرية سوريا وأحلى غنية سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا المجد ربيع سوريا عروس العرب يا صباح الخير صباح النور والخير والبركة والأرزاق الكتيرة لكل العالم وإن ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل المحبة وكل الطاقة الحلوة لكل الناس ويا رب كل شيء بتتمنوه إنه هو يتحقق اليوم بدي اقول ارجع صباح الخير عن جديد وصباحك حلو يا سمان صباحك احلى يا علي كيفك اليوم انا منيحه وانت تمام الحمد لله انا قلت لك مثل دائما بحكي بس شوف الشمس انا اكون كثير متفائله وكثير مبسوطه اكيد شيء كثير حلو يسعد صباحك عن جديد وصباح كل مين عم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه اكيد والصحه والسلامه مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه ابقوا برفقتنا بحلقه مميزه كثير والبدايه وين ليا رح نروح بالبدايه لهل تعلم ونتعرف على بعض المعلومات يمكن بنعرفها ويمكن ما بنعرفها هل تعلم أن أحد الأسباب التي تجعلك تشعر بإرهاق شديد عند الاستيقاظ من النوم هو عدم شربك الماء الكافي في اليوم السابق؟ وهل تعلم أن النوم على الظهر يزيد من احتمالية تعرضك للكوابيس خاصة الكوابيس التي تعجز فيها عن الهروب والركض؟ هل تعلم بأن سبب الأنين أثناء النوم أن الإنسان قد يرى أشياء تفوق ضغط عقله فيبدأ بإخراج أصوات لتخفيف الضغط على العقل؟ هل تعلم بأن الألم الذي تشعر به في رأسك عندما تأكل شيئاً بارداً بسرعة سببه تجمع الدم في دماغك للمحافظة على حرارته؟ وأخيراً هل تعلم بأنه كلما كنت هادئاً وثابتاً مهما كانت ظروفك ستجد نفسك متحكماً في حياتك ومسيطراً على الوضع؟ وأولى فقراتنا لليوم معنا فقرتنا الطبية وضيفنا لليوم هو من أهم الأطباء بسوريا وبالعالم أيضا موضوعنا لليوم رح نحكي عن زراعة الكلية كتير بنسمع أنه زراعة الكلية ولكن هناك شروط كتيرة للمتبرع ولا يلي بده يزرع الكلية شو هي الشروط وكيف بتتطابق الأنسجة رح نحكي أكثر ومين هن الأشخاص يلي بيعتبر أنه من الضروري أن يزرعوا كلية رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور بشار يارد اختصاص زراعة كلى صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك الله يسلمكم يا رب يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نتعرف أكثر على مرض الكلية كيف بيتطور المرض ليصبح قصور كلوي نتعرف كمان على القصور الكلوي كتعريف شو هو هلا قبل ما نحكي على القصور الكلوي انا بفضل نحكي شوي عن وظائف الكليه تمام الكليه من الاعضاء النبيله احد الاعضاء النبيله ثلاثه بالجسم اللي هن الكليه والدماغ والقلب وهي من الاعضاء الكثير مهمه بتشكل العضو الاساسي بجهاز الاطراح هي اللي بتنظم طرح سوائل الجسم هي اللي بتنظم درجه حموضه الجسم هي بتنظم ضغط الشرياني هي بتطرح سوائل الجسم
وإلى دور بتنظيم الكلس والفوسفور، إلى دور بفقر الدم، هي بتعطي تعليمات لمقي العظم ليولد الدم، ولذلك بنلاقي معظم مرضى القصور الكلوي معهم فقر الدم، وكثير كثير وظائف. نعم أكيد طبعا، يعني وكل جسم فيه كليتين، فأي نق أي أو أي يمكن عطل بالكلية في أعطال هي ممكن تكون متفاوتة في الدرجات، ممكن 20% ممكن 30% وممكن أكثر. اليوم خلينا نحكي كيف نحن نعرف أنه هلأ صار لازم نحن نزرع كلية، صار لازم نحن نستبدل هاي الكلية لأنه وظائفها ما بقى تكون فيها يمكن بشكل الصحيح. هلا الانسان طبيعي عنده كليتين، كل كلية وزنها 150 جرام مو اكثر، هال 150 جرام بتقوم بكثير وظائف معقده. للاسف انه في بعض الناس بيصير عندهم شيء اسمه قصور كلوي مزمن. قصور كلوي مزمن هو له عده درجات، نحن بنصف فيها طبيا 5 درجات، درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، الخامسة هي المرحلة اللي بيصل فيها المريض لأنه لازم يعمل جلسات تنقية دم أو كلية صناعية. سابقا كنا نحن أيام ما كنا طلاب أول ما تخرجنا نعتبر أنه الكلية الصناعية هي المرحلة النهائية للقصور الكلوي، اليوم صفيت مرحلة انتقالية ما قبل زرع الكلية. إذا اليوم مريض قصور كلوي مزمن صار عنده فرصة أنه يساوي عملية زرع كلية وينقي المتبرع المناسب. فمشان شروط المتبرع حضرتك سألتي، مشان خلينا نحكي قديش بالنسبة بالمية بيكون في قصور أو في بيكون في كسل بتقديم الكلية لمهام هي، بس يصير المريض بالدرجة الخامسة يعني وظيفة الكلية أقل صارت من 10% لازم نحن نعمل بلش جلسات كلية صناعية. هون بهي المرحلة بنبلش نحضر المريض لعملية زرع كلية بانتقاء المتبرع المناسب من حيث زمرة الدم، من حيث توافق النسيجي، من حيث انه لازم المتبرع كمان يكون جسمه سليم لانه نحن رح نجي ناخد منه عضو سليم لنحطه بجسم مريض تاني بحاجة لهالكلية. فكمان نحن حريصين كثير على المتبرع مثل ما حريصين على المريض، ننقله من حالة المرض لحالة الشفاء والحالة الصحية الطبيعية، حريصين كمان على المتبرع يكون بصحة جيدة انه لما نشيل منه هالعضو هذا لنزرعه ما يتأثر. فهي عملية بسيطة ومعقدة بنفس الوقت، يعني هو البحث عن المتبرع هي الحقيقة هي العقبة الصعوبة. ولذلك نحن بنشجع كثير احيانا انه ناخذ من الاقارب، لما ما بنلاقي من الاقارب ساعتها المريض مضطر يدور على واحد متبرع حي غير قريب. بسوريا لسه ما بلشنا بزرع الكلية من الجساس، ناخذ من الاحياء الحية يعني المتبرعين الأحياء. تمام دكتور، خلينا نحكي عن قصور الكلوي، بأي عمر ممكن يصيب الشخص؟ يعني في ممكن الشباب يتعرضوا للقصور الكلوي، وخلينا نحكي كمان شو هي أسباب قصور الكلى. هلا قصور كلوي مرتبط أحيانا بالعمر، مرتبط أحيانا بالحالة الصحية والبيئة تبع المريض. في عنا أمراض قصورات كلوية ناجمة عن تشوهات اللي بتجي مع الإنسان، يعني في ناس من طفولتهم بيخلقوا معهم مشاكل بالكلية وبتطور عندهم قصور كلوي بمرحلة مبكرة. في ناس مرحلة الشباب، نحن من أهم أسباب قصور كلوي عند شبابنا هي التهاب اللوزات والجريب اللي الناس ما بتاخد له بعين الاعتبار، هدول بيطوروا شيء اسمه التهاب قبض الكلية وممكن يتطور لقصور كلوي. في الأمراض الاستقلابية مثل السكري، ارتفاع بحمض البول. في عنا أمراض مناعية كمان بتنعكس على الكلية مثل الذئبة الحمامية وما إلى ذلك من مشاكل. إذا كثير يعني مظلة واسعة جدا للأمراض اللي ممكن تنعكس على الكلية وتؤدي لقصور كلوي. طيب مريض اللي بيعاني من القصور الكلوي شو بيعاني؟ يعني شو بيحس لحتى يمكن يروح إلى الطبيب؟ شو هي يمكن أهم الأعراض يلي بيشعر فيها يلي بتحدث بجسمه؟ هلا مثل ما قلنا الكلية هي جهاز أطراح. إذا هي أي مشكلة بصير فيها معناته صار في عندي تراكم بنواتج الاستقلاب اللي بالجسم بتصير لازم تنطرح وبالسموم. فهي بتنعكس على كل أجهزة الجسم. ولذلك هلا في للأسف إنه في ناس ما بيحسوا لأنه الكلية عضو غير مؤلم إلا إذا فيها بحصة أو جرح. ففي ناس ما بيحسوا إنه طوروا قصور كلوي بيجونا بمراحل متقدمة.
بس بشكل عام بتلاقي في تعب. هي النقطة اللي بدنا نحكي فيها، انه قبل شو لازم يعني كلنا شو لازم نحن نشيك على حالنا، او شو هي الاعراض يلي انه بنقول لا معنا قصور كلوي لازم نلحق حالنا ونروح للطبيب؟ تمام، مثل ما قلت في فئة ما بتحس، في فئة بدها تنتبه، التعب، الوهن، الميل للنوم، حس تنميل، في اعراض جلدية، الحكة الجلدية المعندة هلي المريض، تغير بلون الجلد، بيوقف على المراية بيلاقي وشه شاحب، مثل ما قلنا نحن انه الكلية مسؤولة على توليد كريات الحمض، ممكن في أصبغة بالجسم تتراكم فبيغير لون الجلد اللي بنسميها السحنة الترابية، بتلاقي المريض مايل للون الترابي، وخاصة عند الفئة اللي لون بشرتها بيضة بتلاقي عليها تبدلات أكثر. كل هاي العناصر لازم تلفت نظر المريض وأهله إنه في مشكلة طبيعية. الشيء الثاني المهم انه مريض مثلا بيعاني من ارتفاع توتر شرياني، لازم هذا باستمرار يشوف طبيب كلية. الكلية تنظم الضغط والقلب يعاني من الضغط، احنا ما بنعرف هاي، كل مرضى ارتفاع توتر شرياني بتوجهوا مباشرة للأطباء القلبية، لازم يكون في مشاركة بالرأي. الجريب كثير مهم واحد ينتبه له انه تمام ممكن يأثر على الكلى. دكتور خلينا نحكي عن غسيل الكلاوي اللي بيلجأ إليه كثير من الأشخاص، كثير من المرضى، خلينا نحكي قديش بيفيد بمرض القصور الكلوي وشو هو تأثيره السلبي كمان؟ هلا مثل ما قلنا متى ما نزلت وظائف الكلية دون 10% صار جسم غير أو الكلية غير قادرة على طرح السموم المتراكمة، فلازم نساعدها نحن بشيء بنسميه الكلية الصناعية. تمام. بالعامة بسموه غسيل كلية، هو بعيد شوي عن الواقع العلمي، هو الكلية الصناعية أو تنقية الدم مثل ما بنقول، الغاية منها طرح الزائد من السموم ونواتج الاستخلاب والسوائل، لأن الكلية صفت غير قادرة على القيام بوظيفتها. يعني المرحلة الكلية الصناعية كثير 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 ضرورية، لأنه هي اللي بدها تحافظ على حياة المريض. للأسف أنه في كثير مرضى بتمانع أنه تعمل جلسات تنقية الدم. الآن احنا المريض اللي بيتابع حاله بيراقب حاله باستمرار ممكن بس يصل لمرحلة معينة ما قبل مرحلة التنقية، ممكن هون نبلش نحضره لزرع كلية، ساعتها بالحالة ممكن يتجاوز، أما إذا تأخر فلابد من جلسات تنقية الدم أو كلية صناعية. كل أمتى دكتور لازم تكون الجلسة؟ نزرع كلية. فسألتيني إنه شو مضارة للكلية الصناعية؟ فوائدها أكثر بكثير، بس مشكلة الكلية الصناعية انه بتقوم بالوظيفه الاطراحيه، بينما الوظيفه الغديه للكليه من تنظيم فقر الدم، تنظيم شاره الكلس، تنظيم شاره الفوسفور غير قادره عليها، ولذلك هون لابد من عمليه زرع كلى. نعم دكتور، كثير من الاشخاص بنسمع انه عندهم كليه معطله وعايشين سنوات على كليه واحده، خلينا نحكي مين هدول الاشخاص وايمتى هي الحاله الاستثنائيه هي بتقدر تنقذ لهم حياتهم انه يعيشوا بكليه واحده؟ خلينا نحكي عن هي الحاله بشكل عام. هلا في نسبه 10-15% من الناس بيكون في عندها تشوهات ولاديه. في ناس بتكون الكليتين بجهة واحدة، في ناس بتكون كلية بالمحل الطبيعي كلية بالحوض، في ناس بكلية وحيدة. ومن هالمنطلق نحن موضوع زرع الكلية، زرع الكلية انت عم تاخذي من انسان كلية وتحطيها بمريض، اذا الانسان الطبيعي قادر يعيش بكلية وحيدة. تمام. فبيعيش بكلية وحيدة وبشكل طبيعي، بس بده دائما يراقب انه موضوع ارتفاع الضغط الشرياني عنده، لانه ممكن بكليه وحيده يكون عنده استعداد ليصير عنده ارتفاع توتر شرياني اكثر من الانسان اللي عايش بكليه. بس اكيد حياته ونمط حياته ان كانت الغذائيه وان كانت من شرب الماء وان كانت يمكن حياته بشكل عام هي ما انا مثل حياه الانسان يلي حامل كليتين، صحيح؟ معك حق، بس في ناس عندك ما بيكونوا عارفين انه هن بكليه وحيده ويكتشفوا صدفة انه هن بكلية وحيدة. يعني انا جاني كذا مريض يتبرع بكلية لحدا من قرايبينه، واحد لامه بيطلع بيعمل صور بيطلع بكلية وحيدة. تمام. اما مين اللي بيعرف؟ بيعرف اللي كان عنده مرض بالكلية وسوى استئصال جراحي لإله، او لسبب من الاسباب راجع اطباء مشان مرض معين اكتشف انه عنده كلية وحيدة. المفروض فعلا هو هذا الانسان يعيش بحياة منظمة بنظام غذائي كويس، ما في فوضى بحياته، نحن في شوية فوضى بحياتنا، وقت الفطور، وقت الغداء، وقت العشاء، ونوع الأكل، فهون نحن بننصح دائما بالابتعاد عن البروتين النباتي، البقوليات اليابسة، الفول اليابس، حمص اليابسة، انتبه لكمية السوائل الواردة، عدم الإفراط بالوارد بالسوائل، وعدم الشح
الوارد من السوائل، يعني زائد اخو الناقص. يعني الانسان هون لازم يشرب بشكل معتدل ويحافظ على كليته. اهم شيء عنصر نحن عندنا المسكنات، كمان بده يبتعد قد ما بيقدر عن المسكنات. يعني حتى السيتامول اللي نحن بنعتبره من اسلم المسكنات اذا زاد عن حده بيضر. فالمسكنات كثير كثير. فاذا الادويه كلها اصلا بتضر، هي الادويه الزائده. الأدوية الزائدة، إذا مريض عنده درجة من القصور كلوي لازم أي مريض بيراجع طبيب يكتب له رشيتها. نحن بنقوله للمريض مين ما بدك روح شو ما بده يكتب دواء، بس خبرنا لنعدل الجرعات تبع الدواء بناء على درجة القصور الكلوي تبعه. في أدوية طبعا منع باتا، في أدوية مسموحة. يعني هون بقى المعادلة اللي بدها تصير تنسيق مع باقي الاختصاصات. دكتور، خلينا نحكي عن زراعة الكلية، مين هن الأشخاص المسموح يعملوا زراعة كلية؟ وفي أشخاص أكيد أنت ما بتسمح أنه يعملوا زراعة كلية، مين هن؟ خلينا نتعرف عليهم. هلا بالنسبة لزرع الكلية، وبأي عمر دكتور كمان؟ بالنسبة لزرع الكلية لا عمر للمريض. تمام. يعني نحن زارعين لناس عمرهم فوق 70 سنة. العمر المحدد هو للمتبرع، انه بالقانون السوري لل 55 سنه او 60 سنه. نحن بنقول كل ما كان المتبرع اصغر بتكون نتائج الزرع احسن. كل الناس المتطابقه ايضا طبعا نحن عم نحكي شرط العمر. هلا بعدين كل الناس ممكن تتلقى كليه للزرع وتطلع من هاجس الكليه الصناعيه ومشاكلها، وهالمرتين او ثلاث مرات بالجمعه 4-5 ساعات. هدول يعني في مرض وحيد ممكن واحد مضاد استطباب زرع كليه نحن بنسميه اوكزالوز، ومن حسن الحظ انه هذا المرض نادر. هلا نحن متى ما حطينا استطباب انه هذا المريض بيقدر يتلقى كليه، ساعتها بتبلش هون الدراسه، زمره الدم والتوافق النسيجي، عدم وجود اضداد. وفي ناس زارعين مرتين وثلاثه، يعني ممكن واحد يزرع اكثر من مره كمان. اكيد دكتور. طيب نسبه نجاح العمليه قد ايه بتكون؟ من حسن الحظ انه اليوم مع تطور الادويه وتطور خبرات شبابنا وجراحينا المرتبين صار نسبه النجاح بالسنه الاولى فوق ال 95%. تمام. على الخمس سنين عم تبقر الكليه بال 80-85%. يعني انا ما بخفي عليك اذا بقول لك عندي مرضى من سنه ال90 اليوم بوظيفة كلية طبيعية مجرى لهم عملية زرع كلية. إذا المريض بدير باله بتعيش الكلية. فأنا بشبه زرع الكلية بترس لطاولة من 3 أرجل، هي المريض والمرض والطبيب. بمعنى المريض وعيه، درجة وعيه، درجة إدراكه، متابعته لحالته. في أمراض للأسف مهما اعتنيت فيها قابلة للنكس، هون ما له ذنب فيها المريض ولا الطبيب. خبرة الطبيب المعالج بتلعب دور، متابعة المريض، متابعة الأدوية الحديثة، جرعات الأدوية مشان ما نوصل لجرعات سمية، كلها هي بتعطي إيجابيات للزرع. طب دكتور، خلينا نطلع على موضوع، هل تعطيل كلية واحدة ممكن تأثر على الكلية الثانية؟ هي الحالة بنشوفها لما بصير في قولنجات، فأنا بقول لهم زعلت على جارتها. فممكن أحيانا المريض بصير عنده قولنج كلوي أو بحصة كبيرة سادة، بصير بيلجأ لأدوية ومسكنات. هون بتلاقي صار عنده قصور كلوي حاد مع انه الكليه الثانيه ما كان فيها شيء. تمام. اذا انحرضوا على بعضهم. هون كثير مهمه موضوع المعالجه الحاله هي لترجع الكليه تخلع من اول وجديد. والكليه متى ما حردت مرضاتها صعبه شكله. يعني اي حرد، اي تطور لقصور كلوي حاد نحن بنشيل من عنا 3-4 أسابيع لنبلش نرجع، وممكن خلالها حتى مريض القصور كلوي الحاد يحتاج لجلسات كليه صناعيه. اكيد دكتور، مثل ما حكيت ممكن تزرع للشخص الكلية أكثر من مرة، يعني ترجع هذه الزراعة. خلينا نحكي شو الأسباب وشو التأثير السلبي لزراعة الكلى برأيك؟ لزراعة الكلية شو هي تأثيراتها السلبية على الشخص؟ هلا في ناس مثل ما قلت لك اللي درجة هالترس الطاولة اللي حكينا عنه، إنه وعي المريض. في ناس بس تزرع كلية بتنسى شو معاناتها، وبتنسى انه هاي الكلية امانة برغبتها، هي نشالت من انسان طبيعي لتنحط عنده لتنقذ حياته. فبيرجع للاستهتار والشرب والسهر والتدخين والاكل البلا طعمة والطعمة. في شيء خارج عن ارادة المريض اللي هو نمط المرض، في امراض قابلة للنكس، هون لا حول ولا قوة الا. هلا نتائج الادوية المثبطة للمناعة نحن اذا بدنا نحكي، هي اللي ممكن واحد يدير باله انه هي ممكن تؤدي يصير عنده استعداد اكثر ليصير قريب، بعد فترات معينه يمكن يطور نوع من الاورام يعني بسبب هالادويه هي. اما عدا ما عدا فالمريض زارع كليه بيعيش حياه طبيعيه،
واكيد انت بتلاقي بحياتك مع كثير اشخاص زارعين كليه وانت ما بتعرفي انه زارعين كليه، لانه بعد فتره من الزرع ما بيبين عليه ابدا انه هو بياخذ ادويه، لانه بتكون جرعات الادويه صارت منخفضه وبسيطه يعني. دكتور، هون خلينا نحكي كمان بنقطة، هل بعد زراعة الكلية نحن أكيد نمط حياتنا كتير رح يتغير، رح يصير يمكن أكثر شرب ماء، أكثر تركيز مثل ما قلنا على الأطعمة وعلى الشرب وعلى السهر نخففهم، ولكن خلينا نحكي بنقطة، هل رح يكون مدى حياته عم ياخد أدوية؟ في أدوية خاصة لزرع الكلية رح ياخذها مدى الحياة؟ المناعة نحن مشان ما نقول بدل مدى حياته بنقول مدى حياة الكلية. أوكي. يعني الكلية ممكن تعيش 10 15 سنة 20 سنة، ممكن حياته تكون أكثر بكثير. فطول ما الكلية موجودة بجسمه وعم تقوم بوظيفة جيدة لازم ياخذ هي مثبطات المناعة. بس مثل ما قلت لك إنه بتكون جرعاتها بتصير متدنية قليلة. بالنسبة لناحية شرب السوائل كثير خطأ شائع إنه شراب شراب شراب، كمان الكلية عضو بده يرتاح. يعني عملية الشرب وتناول السوائل متعب للكلية، فنحن بنقول للمريض لازم ما تعطش، لازم ما تعطش، بس في حس بالعطش لازم نشرب سوائل. وعم تلاحظي اني عم بستعمل تعبير سوائل لانه مو بس المي، يعني هي المي، زهورات الشاي، يعني اي نوع سوائل هي مفيد، مو بس المي حصرا. يعني لانه هي النقطه كثير مهمه، يمكن بيقولوا لا المي البيور، يعني المي لحالها لازم تنشرب، هو لا دكتور حضرتك عم تقول سوائل الشوربه خاصه هلا بالشتاء، الشوربه مقبوله، ال7 اب دايت خاصه، يعني فيه بيكربونات صوديوم بدوب شوي بالاملاح اللي مترسبه بالكليه، شاي الزهورات رقم واحد لازم لمشروب كمشروب للمحافظه على الكليه. المفارقه انه الكليه عصير الفواكه ما كثير بتحب، شو هذا اطيب شغله، عصير الفواكه بيكون كثيف ومركز وفيه شوارد كثير، ف ما بتتقبله الكليه. ايه بس هلا بالنسبه لمريض على الكليه الصناعيه تنقية الدم، عصير الفواكه مضاد استطباب قطعي، تمام، يمنع من حتى الخضار الطازجه. ايه يعني اكل التبوله بتجيبه اسعاف على المستشفى. ايوه، فهي بموضوع الحميات الغذائيه هي لها دور كبير كمان. اكيد دكتور، خلينا نحكي طيب كيف ممكن الانسان يصير عنده وقايه من القصور الكلوي حتى ما يلجا للعلاجات وما يلجا لزراعه الكليه، كيف الواحد ممكن يحمي حاله ويحمي كليته برايك؟ هلا نحن عم نحكي مو الانسان الطبيعي، الانسان معه مشكله كلويه، الانسان معه مشكله كلويه بده دائما يكون عنده مراجعات طبيه دوريه، تحاليل مخبريه دوريه، ينتبه على ادويته. الكلية من أعداء الكلية هو عدم انتظام الضغط الشرياني، لازم مريض الضغط دائما ينتبه على ضبط ضغطه، هي كثير مهمة. الجريب شغلة مهمة جدا، الإصابات الهضمية وعلى رأس الإسهال والإقياء هي كثير بدنا نتحاشاها، هذا الثلاثي الجريب والإسهالات وارتفاع ضبط الضغط الشرياني كثير مهمة للمحافظة على درجة من درجة كسور كلوي اللي عنده اياها المريض، بالاضافة الانتباه لموضوع الادوية. هلا المريض بيروح ممكن يحتاج يروح لعند اكثر من طبيب، كل طبيب يكتب وصفة، بس عليه انه يرجع يسأل طبيبه المعتمد انه هذا الدواء مسمح لي اخذه ولا مو مسمح لي. يعني هي مانا مشكلة كبيرة، اليوم اكثر مشاكل على التليفون عم تنحل، يعني ما بتكلفوا لا معاينة ولا مراجعة عيادة. فهي كثير يعني علم امراض الكليه يعتمد على المحافظه على الدرجه اللي وصلنا لها، لانه الكليه مثل ما قلنا عضو نبيل، الجزء اللي بينصاب فيها ما بيتجدد، ولذلك هي الاختصاص يعتمد على المحافظه على المتبقي، كل ما قدرنا نحافظ على المتبقي بيكون احسن. يعني في ناس بيكون مثلا نحن بنعتمد فرضا وظيفه الكليه على تحليل اسمه كرياتينين، في ناس كرياتينينها مثلا 2 طبيعي اقل من 1، فيها 2 أو 3 صار لها 10 سنين محافظة على الرقم، في ناس خلال 2 3 الاثنين بيصيروا 7 وبعدين 9 وبيصير على الكلية الصناعية. إذا يعني قومي يا عبدي لأقوم معك. نعم دكتور، في موضوع كتير مهم دائما نحن بنطرحه لأنه
صار شغلنا شاغل هلا السوشيال ميديا، وصار يمكن كتير ينزل من الوصفات التجارية والوصفات الأعشاب، مين من كان صار ينزل إنه نطفوا كليتكم بهي الوصفة بهي الأعشاب. اليوم خلينا نحكي عن هي النقطة، قد هي ضارة للكلية، قديش نحنا يمكن استخداماتنا الخطأ ممكن هي تضر الكلية تبعيتنا، ويمكن الخلطات العشبية هل هي صحيحة أم خطأ دون اللجوء إلى الطبيب؟ عم نحكي عن على قيل عن قال، وخاصة على السوشيال ميديا. إيه، لأنه أنت عم تجيبي مواد تعطيها بشكل مركز. هلا أنا طالعة موضة عصير البقدونس لمريض 100%، هي عصير البقدونس بتنقي الكلية. البقدونس من أكثر الأغذية أو الأطعمة الضارة للكلية، أكثر غني جدا بالبوتاسيوم، بيأثر على العضلة القلبية، ممكن يعمل توقف قلب. قلت لك قبل شوي إنه أكل التبولة ممكن تجيب بندورة وبقدونس خالصين. تمام. في شيء المهم، هل الشباب اللي بيلعبوا كمال أجسام ورياضة وبادي بيلدينج هدول كمان بيعدوا بروتينات عن طريق كمان هدول لهم أضرارهم، وشفنا كثير حالات قصور كلوي حاد ناجم عن هالمواد هي. أنا برأيي الإنسان يرجع للعلم والمعرفة وما يتاخد بالدعايات. وبيقولوا دكتور الروائح كمان بتأثر على الكلية، ممكن المبيدات الحشرية، ممكن أدوات التنظيف بالمنزل كمان هي ممكن تأثر هاي الروائح الشديدة على الكلية. وبالختام أكيد دكتور بدنا نصائح أخيرة. شكرا لك. علق على موضوع المنظفة. هلا هي مثل ما قلت لك الكلية بدها تنعكس انعكاس لكل الجسم، فأنت لما بتاخذي منظفات أو روائح سوائل طيارة وبتشمي بصير عندك أذية تنفسية، بتنعكس على الجهاز الدوراني، بدها تنعكس حتما على الكلية بالأخير. دير بالنا دير بالنا دير بالنا. وانا هلا بوجه لو هيك كلمه اخيره معلش، انه نحكي على موضوع الكورونا. نحن بالكورونا كثير موضوع الكليه حساس، المرضى الكليه اللي صار عندهم كورونا كثير عزبونا، الحمد لله معظمهم تعافى، بس ننتبه على موضوع السوائل، ننتبه على الالتزام بالادويه، ما نستهتر. هاي الكورونا مرض ما له مزحه، للاسف خسرنا كثير ناس، وناس بنرفع الراس فيهم خسرناهم بسبب غلطات صغيره وبسيطه وكان ممكن واحد يتلافها. اكيد دكتور. دكتور خلينا قبل ما نختم مع حضرتك نحكي عن الصمغ العربي. خلينا نحكي شو هو، وبيقولوا انه هو كثير غالي، وبصيروا انه بس بدهم يجيبوه بامل الشفاء او انه يتعافوا. هلا الصمغ العربي هو طالع الموضه من السودان، طلعت اول شيء، ومن حسن الحظ انه اول ما طلعت هاي الموضه ببدايه التسعينات كان في عندنا نحن اطباء اجوا من السودان يتخصصوا عندنا، فقدرنا نحصل على كميه من الصمغ العربي وطبقناه على مرضانا. للاسف ما بيضر بس ما بفيد، بس هو في عندنا نحن بالقصورات تعرفي نوعين، قصور كلوي حاد قصور كلوي مزمن. القصور كلوي حاد قابل للشفاء بالصمغ وبلا صمغ، فلما بطيب المريض بيعزو شفائه للصمغ العربي. أنا الحقيقة ما بستخدمه ولا بنصح فيه ولا مثبت علميا ولا شيء. أكيد دكتور بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك، شكرا لنصائحك القيمة. الله يخليكم، شكرا لكم. بتمنى أنه نقدم شوي هيك ولو لمحة صغيرة أو إضاءة صغيرة للناس اللي هي عم تعاني من هالمشاكل. بنرجع بنقول انتبهوا على موضوع التهاب اللوزات عند الأطفال، انتبهوا على موضوع القريب، لا تستهينوا بشيء. كل طفل عنده ترفع حروري ومو معروف سببه ما يروح لعند طبيب يقول له التهاب الدن الوسطى، يعمل فحص بول. كثير 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 هي شغله مهمه. نعم. وايضا يمكن اهم شيء انه نحن ما نتصرف شيء من راسنا، لازم دائما نستشير الاطباء. واسمح لي وجه تحيه لاطباء سوريا ان كان هن بارعين بزراعه الكليه، صح يستحقون يعني وسيطهم عالميا بكل التطورات برغم الظروف، برغم الحرب، برغم الحصار، برغم كل شيء، ولكن اطبائنا السوريين هن دائما بالمراتب الاولى. يعني اليوم في عندنا تقريبا متوسط بين 200 ل 250 عمليه زرع كليه سنويا في سوريا، معظمهم بدمشق. يعني هاي المعلومه نتمنى انه تنطلق القصه لموضوع المحافظات الاخرى، وتحقيق الحلم اللي انا بحلمه من زمان يصير عندنا مركز وطني كبير لزرع الاعضاء ان شاء الله، يكون في كليه والكبد على راسه، وبعدين نحكي بالشغلات الثانيه.
ان شاء الله يا رب. دكتور نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لوقتك ولحضورك. اهلا وسهلا فيك الدكتور بشار جارد، اختصاص زراعه كليه. كل التوفيق لك دكتور. شكرا. وهلا يا سمر خلينا نروح الى حلب الشهباء وحكايه ابداع جسدتها السيده روبي نصور خلال سنوات الحرب لتبتكر اشكال جديده بتحاكي الحياه بطريقه فنيه. خلينا نروح ونطلع على التفاصيل اكثر مع زميلنا مصطفى كوسا. امرأة من مدينة حلب أتقنت فنونا عدة نتيجة الظروف التي مرت على المدينة، وأهمها فن الموزاييك، حيث تقوم بتصميم أعمالها بطريقة حرفية وأسلوب مميز من خلال تعلقها بهذا الفن الذي يحتاج للدقة والصبر. حاولت أني أنا أمارس هواياتي، أعبي وقتي بشيء مفيد، فبلشت تطريز بالريبان، عملت حفر على البيض، تعلمت أسوي موزايك، حبيت كتير، عملت لوحات، يعني كانت تونس وحدتي اللوحات، كله يدوي طبعا، أنا بصب الحجر، أنا بنقي اللوحة، بعمل الشاسي، أنا الكادرات يعني، وبقعد بشتغل هون. فطبعا أنا بقصها وبنحتها وبعطيها الشكل اللي أنا بدي اياه مشان ألزقها على اللوحة. شغل كتير دقيق، بده صبر، يعني هي مو بس اني انا اصف حجر، هي انا اعطي للحجر شيء من روحي، اعطي للحجر مثل ما بقولوا خلينا الحجر ينطق. عملت الفنانة روبي على ادخال لمساتها الخاصة من خلال دمج فنون اخرى بالموزاييك، ومنها السيراميك والعجينة الروسية، فانتجت اعمالا فنية شاركت فيها بالعديد من المعارض، ودعت جميع النساء في المدينة لاكتشاف مواهبهن. دخلت بالموزايك، دخلت السيراميك، في عندي لوحة هي حارة دخلت فيها السيراميك، حبيت العجينة الروسية اني ادخلها بالموزايك، فكمان عملت منها اشكال، عملت صحون ضيافة للعيد، عملت منها لوحات، عملت منها طيور، عصافير، ساعة. سوريا هي من البلاد اللي اشتهرت في الموزايك، فأنا هاي كتير حبيتها لأني تراث بلادي. أنا كل سنتين بشارك بمعارض، مشاركة المعارض كتير حلوة، بتمنى لكل سيدات سوريا ولكل بنات سوريا يكون عن يعني يكتشفوا المواهب الموجودة فيهم. الحياة كل يوم عم تعطيني نهار جديد، فبتعطيني أمل جديد. لمسات فنية تحمل رسالة تعبر عن حبها لمدينتها وتعلقها وتميزها بفنها. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب. لا يهلا خلينا نتعرف على قلعة تستمد اسمها من الشمس وهي حصينة ويصعب اختراقها، قلعة شماميس أكيد بريف حما. خلونا نتابع التقرير التالي. تستمد اسمها من الشمس وهي حصينة ويصعب اختراقها من قبل الغزاة. قلعة شماميس تم تشييدها من قبل أسرة شمسجرام في أواخر العصر اليوناني، وسميت شماميس نسبة لهذه الأسرة، وظلت هذه القلعة متألقة طيلة العصر الروماني والبيزنطي. القلعة تعود بجذورها كتواجد سكني للعصر البرونزي الحديث ما بين 1600 حتى 1200 قبل الميلاد، نتيجة وجود بعض الفخار الذي يشير إلى هذه المرحلة. لكن بناء القلعة الحقيقي هو تم في أواخر العصور ما قبل الميلاد، يعني أواخر العصر الهلنستي وبداية العصر الروماني، قام بنائها أسرة شميميش جرام، هي الإمارة العربية التي قامت بحمص ما بين 96 قبل الميلاد حتى 79 ميلادية، وبانيها هو الملك شميس جرام الأول الذي حكم ما بين 65 حتى 44 قبل الميلاد. إذن هي بنيت في أواخر العصور الميلادية ما قبل الميلاد. تعرضت هذه القلعة للتدمير وأعاد بناءها سلطانو بيبرس، وتكمن أهميتها في مراقبة الطرق والمرة وفي إشرافها على مدينتي حمص
وحما. القلعة هي من أجمل القلاع بسوريا، تقع على قمة جبل منفرد الحقيقة على قاعدة بازلتية. قال عنها الملك الشيركوه الثاني بأنها ماردين الشام، لأنها تشبه قلعة ماردين في الأناضول، هي عبارة عن تشبه التاج على جبل مخروطي كأنه جبل بركاني. طبعا القلعة مدمرة بشكل شبه كامل حاليا، يعتقد بأنها عبارة عن طابقين القلعة، وفيها حوالي 9 أبراج مدمرة، لم يبقى منها إلا أجزاء من بعض الأبراج. القصر الموجود في القلعة الحالي هو بأبعاده 35 ب 35، لم الحقيقة القلعة لم تخضع لتنقيب منهجي سوى بعض الحفريات يعني مؤخرا التي لم تعطي نتائج واضحة، إلا أنه لها جدران متداعية وأبراجها كانت بارزة نوعا ما بحجارة صغيرة. فيها خندق يحيط بالقلعة، وفيها بعض فيها بئر ماء الذي كان يعتقد بأنه من هذا البئر كما يتم ملء هذا السور أو الحفرة المحيطة بالقلعة. القلعة حاليا متداعية الحقيقة، تحتاج للتنقيب، لكنها يعني تشهد على عراقة هذه المدينة بجمالها، بالخندق المحيط بها، بما تبقى من أبراجها. الحقيقة هي تحتاج للتنقيب، وأعتقد إذا حدثت لها عملية تنقيب سوف نكتشف الكثير من أسرار هذه القلعة التي كما نقول تشهد على عراقة هذه المدينة، وتشهد على أنها كانت مدينة الشمس، لأن بانيها أو بناتها الأوائل هم أسرة شميميس جرام، هي الأسرة العربية التي كانت يعني حقيقة تسيطر على المنطقة الوسطى في أواخر كما قلنا القرون ما قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول. قلعة شميميس الرابطة كالنسر تختزن تاريخ مدينة السلمية، فهي شامخة بشموخ قلعتها التي تشهد على تاريخ وأمجاد المنطقة. للأخبارية السورية محي الدين فهد. ولايا أكيد هلأ حننتقل لمساحتنا الأخيرة لليوم، وحنحكي عن جهود الفئات الشابة التي تسعى لتحقيق النجاح على كافة الأصعدة. راديو سوريات سابقا ومؤسسة موج حاليا، مبادرة مجتمعية لمعالجة قضايا مجتمعية تنموية خاصة بالنساء والشباب السوري. نتعرف أكثر عن هذه المبادرة مستقبل ضيفنا جعفر شكاس، عضو في الفريق الإعلامي لمؤسسة موج، والأستاذة فاطمة رومية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية مع جعفر حضرتك، خلينا نحكي بالبداية عن راديو سوريات يلي هو نشأ بعام 2014 وبنهاية عام 2020 استبدل إلى مؤسسة أمواج المرخصة التي تعنى بالنساء السوريات والفئة الشبابية. خلينا نحكي أكثر منذ البداية مع راديو سوريات. بداية صباح الخير. صباح النور. راديو سوريات انطلق كمبادرة إعلامية لتعزيز دور النساء، ولحتى يكون كمنبر للنساء بالمجتمع. قام على العديد من المبادرات وعلى التطبيقات اللي بتهدف لهذا المشروع، ونهاية تم استبداله أو أنه انطلاقه بالحاجة المجتمعية المتزايدة، تم إطلاق مؤسسة موج اللي هي مؤسسة غير ربحية للاستكمال هذا الدور ولإشراك فئات مجتمعية أكبر. كان هو مش فقط مخصص للنساء، وإنما لكل الفئات المجتمعية من رجال وشباب، وحاليا لليافعين عبر العديد من المبادرات والمشاريع اللي عم يطلقها. أكيد يمكن اخترتوا اسم موج ليوصل صوتكم لأبعد مدى. خلينا نحكي عن موج، خلينا نحكي عن المبادرة، شو هي، كيف بدأت، خلينا نحكي عن كتير أشياء بهالمبادرة. تمام، مثل ما حكى جعفر، هو هي موج اجت نتيجة يعني زيادة الحاجات المجتمعية، وحتى نستهدف شرائح أكبر بالمجتمع السوري. فحاليا موج بتشتغل على 4 برامج. البرنامج الأول هو دعم التعددية والتماسك المجتمعي. البرنامج الثاني هو تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة العامة بشكل عام. البرنامج الثالث هو تبني وإنتاج أعلام حساس للنوع الاجتماعي. البرنامج الرابع هو ضمان استدامة الموارد المتاحة. حالياً بموج نحن عنا مشروع اسمه مشروع طريق، هو بيندرج ضمن البرنامج الأول دعم التعددية والتماسك المجتمعي. هدف المشروع هو تعزيز مشاركة دور الشباب من الجنسين بعملية التنمية المحلية. كيف ندعمهم؟ عن طريق تدريبهم
وتطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم. بالنهايه بس يخلصوا هاي التدريبات هن حينفذوا مبادرات تنطلق من حاجات مجتمعيه بمجتمعاتهم الخاصه. مبدئيا نحن عم ننفذ المشروع بالقلمون الغربي بمدن يبرود والنبك والقلمون. نعم. خليني ارجع لعندك جعفر وخلينا نحكي اكثر. يمكن بكل شيء بنعمله بحياتنا في له هدف، في له يمكن توجه. اليوم ذكرنا بعض النقاط مع فاطمه انه نحن الغايات من المبادرات وشو هي ابرز المناطق يلي مستهدفينها، ولكن خلينا نركز على الهدف الاساسي وخلينا نركز ليش نحن يعني دائما نحن ندرس المجتمع هو شو بحاجة ونحن بننفذ هذا الشيء. ليش نحن كان توجهنا إلى الفئة الشبابية وشو الهدف من هالشيء؟ بداية أنت لما بدك تعملي أي شيء أي مشروع بالحياة فإنه تبلش من البداية أسهل عليك من إنه تجي بالنص أو بالنهاية. فأنت لما بتدربي فئة الشباب واليافعين على الانخراط بالمجتمع، على المشاركة بالشأن العام بالحياة العامة، أسهل من إنه تجي ناس تربت أو تحجر برأسها عمرها 50 أو من فوق هيك أعمار، تربت إنه على الانغلاق، تربت على الانقسام الطبقي أي شيء. فانه تبلشي بهي الفئه انه تمشي معها خطوه بخطوه، فانت نهايه رح يكون مشروعك ناجح. انت هي الفئه رح تكون مستقبلا هي اللي تقود الحياه العامه. فالتركيز على الشباب كان من هذا الهدف لحتى ندعم نحن بالنهايه التماسك المجتمعي وكيفيه الانخراط بالحياه كيف العامه. كيف ندرس المبادره؟ دراسة المبادرة بداية كانت انه حاليا مثل مشروع طريق، فبداية كانت كيف انه مفهوم المواطنة، مثلا نحكي عن مفهوم المواطنة، ما حدا بيعرف شو هو المواطنة. انا اذا بدي كمبادرة او انا كشخص مبادر لوين كمبادر لوين بروح او شو الشيء اللي لازم بلش فيه. فكان عندنا مفهوم المواطنة، مفهوم الإدارة المحلية، مفهوم الإشراك المجتمع المحلي بالمبادرة. نحن لما بدنا نحكي عن شيء مستدام، فإذا ما كنا مشركين المجتمع المحلي ما رح يكون عندنا استدامة أبدا. طلعت كتير مبادرات، خلينا نحكي على مستوى مدينة النبك بالقلمون، طلعت كتير مبادرات وتستمر شهر شهرين يوقف الدعم عنها تنتهي. بينما نحن لما منوجه هي الشباب إن تروح للمجتمع المحلي تأشركه، فهو بصير شريك مع بهي المبادرات، فأكيد نحن رح نصل على استدامة دائمة لهي المشاريع. هلا خلينا ننتقل على أهم المشاريع اللي أنتوا فيها، أهم النتائج اللي طلعتوا منها، يعني شو هي كانت بصمتكم خلال هالفترة من 2014 لحد اليوم، وشو هي الصعوبات اللي واجهتوها؟ هلا من أول انطلاقة راديو سوريات لليوم صار في كتير مشاريع، منها كانت إعلامية ومنها تنفذت على أرض الواقع. طبعا. كان في مشروع ضمي وردية اللي هو بيستهدف الصحة الإنجابية لدى النساء، في مشروع خالف تعرف اللي هو بيدعم تقبل الآخر المختلف مهما كان نوع الاختلاف، أنتي نمطية. بفترة تفشي وباء كورونا كمان كان في حملة بالجوفيد خليك مفيد اللي هي حكت أكثر عن سيكولوجيا الوباء وتأثيراته النفسية يمكن أكثر من الصحية، وعن تأثيره بشكل خاص على النساء بشكل عام والنساء العاملات بشكل أكثر خصوصية. حاليا عنا مشروع طريق مثل ما حكيت، مشروع طريق عم يتنفذ بمدن القلمون الغربية. هلا عنا ثلاث مبادرات بهي المدن عم تتنفذ، مثلا مثل مدينة يبرود في مبادرة اسمها نورها، هي انطلقت من حاجة مجتمعية اللي هي تنوير الشوارع الرئيسية بالمدينة أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي. كمان من ضمن هاي المبادرة في جلسات توعية لليافعين واليافعات بخصوص مواضيع الحماية المجتمعية. كيف عم تلاقي التفاعل معكم؟ هلا مبدئيا اول شيء مثل اي مشروع تنموي بنلاقي صعوبه انه العالم شوي بتتجه للاتجاه الاقتصادي او المادي، مثلا جمعيه مؤسسه وين السله الغذائيه، بس نحن مشاريع تنمويه. تمام. فبس اول شيء كان بدايه الصعوبه انه توصل الفكره، يعني هن الفكره انه يجوا على التدريبات يحضروا فهن لحالهم حيحبوا حيتابعوا. او مثل ما حكى جعفر طالما اشركنا المجتمع المحلي بهي المبادرات فهيك نحن انه حطينا رجلنا مثل ما بيقولوا على اول الطريق لحتى نضمن استدامتها حتى ما صاروا مسؤولين فيها فهن بيقدروا يتابعوها. الصعوبات اللي عم تواجهوها انتم كفريق اليوم؟ هلا في مثل اذا مشروع طريق المبادرات فهو المجتمع عنده كثير حاجات. تمام. فكانت بس الصعوبه بتحديد نوع الحاجه اللي نحن بدنا نختارها ونحن بدنا نشتغل عليها.
الفئات اللي عم نستهدفها مبدئيا بهذا المشروع هي من عمر 20 لعمر 30. هاي الفئات شوي في صعوبة انه كونوا مرتبطين باعمال، مرتبطين بدراسة و الى اخره، وبس هي مبدئيا الصعوبات اللي نحن واجهناها. والمبادرات عم تتنفذ، حتشوفوا نتائجها قريبا. مثل ما حكيت، مبادرة يبرود هي عن انقطاع التيار الكهربائي، مبادرة النبك هي عن نظافة الشوارع، وكثير عم يحاولوا انه يشاركوا المجتمع المحلي بهي القصة، وكمان عندهم دعم اليافعين واليافعات كحماية مجتمعية. مبادرة مدينة قارة هي انشاء مكان صديق للشباب حتى ينفذوا فيه انشطتهم وتطلعاتهم بالمجتمع. نعم. جعفر، خليني ارجع لعند حضرتك. ودائما يمكن العمل التطوعي هو ازداد بفترة الحرب على سوريا، واليوم شفنا انه شبابنا كانوا قدا وقدود. خلينا نحكي عن الفريق اكثر، عن الشباب والصبايا يلي معكم اللي هن متطوعين بيشتغلوا وبيعملوا هاي المبادرات دون اجر مثل ما حكيتوا حضرتكم، ولكن خلينا نحكي مين هن هدول الشباب، شو اختصاصاتهم، على اي اساس هن معكم، وكيف فرقت حياتهم ما قبل التطوع ضمن المؤسسة ومن بعد. صح. هلا بس بداية بدي ركز على فكرة انه الفرق التطوعية او الشيء التطوعي هون بالعاصمة دمشق انه شيء صار معروف. صح. ومنشور بشكل كبير، بينما في القرى الريف مثل عم نحكي على القلمون وكذا، فما عندهم هيك فكرة، خصوصي ما طلع على الجامعات او ما طلع لبرا. ففكرة العمل التطوعي كان كتير قليل، او فينا نقول شبه معدوم بهيك مناطق. حاليا لما الشباب صاروا كلهم بالجامعات وصرنا نشوف بالفرق التطوعية بالجامعات وكذا، فصار انتشار لهذا الموضوع. الفريق بيعمل مختلف الاختصاصات، يعني كتصوير، كإعلام، كمنسق ميداني، كموارد بشرية، كأي من هي الفئات صار مقسمين بشكل مناسب. فالفريق عنده كفاءات أكيد، عم يشتغل على الموضوع الإعلامي بشكل أكبر، لأنه حاليا هو وقت السوشيال ميديا والانتشار الأوسع للإعلام. الشيء التطوعي بضيف قيمة أو فائدة للشخص المتطوع، بصير قادر على العطاء أكثر، بنمي مهارات عنده الشخصية، يعني عنده فائدة شخصية وعنده فائدة مجتمعية التطوع. حاليا الفريق مثل ما حكينا عنده مختلف الاختصاصات، حتى انه اذا شخص بده ينضم لهيك فريق او انه مثلا عنده مهارة بده ينميها، فالفريق قادر انه يعطيه من خبراته ويشارك الخبرات معه لحتى يشركه معه ضمن هي الفقرات التطوعية. نعم. والعمل التطوعي بالفريق ما له مقتصر فقط على الفريق، يعني الاشخاص اللي عم يستفيدوا من المبادرات كمان بينضموا، وهيك الفريق بيكون عم يكبر اكثر واكثر وعم ينشر فكره التطوع بهيك مناطق. اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، بنتمنى لكم تتطوروا اكثر واكثر ولكل المحافظات السوريه. شكرا لكم. شكرا لو شكرا كثير لكم للاستضافه الحلوه. شكرا كثير، موفقين. ميرسي جعفر، ميرسي كثير لك فاطمه، شكرا كثير لكم، موفقين. ولهون سمر منكم وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم نهار يكون حلو مثل ما بتكونوا احلى. لكل المشاهدين تبهوا منيح كثير على حالكم، ونهارك حلو يا سمر. نهارك حلو يا ليا. اكيد انتظرونا بكره على الساعه 9 من هون لوقتها، تبقوا بألف خير، والى اللقاء.